في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب انخفاضاً في الأسواق العالمية على نحو طفيف بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 18 شهراً على وقع الأزمة الأوكرانية. وتراجعت أسعار الذهب 0.4% لتسجل الأوقية نحو 1894 دولار. أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار الذهب 18 نحو 712 جنيه. أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 834 جنيه وهو الأكثر مبيعاً. في حين وصل عيار الذهب 24 إلى 947 جنيه. أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 6672 جنيه.